لا يعني الموت هو يعني استراحة طويلة الأمد يعني. إيه بس ما نرجع بعد. خيم الحزن على مشاعر الممثل العراقي المقيم في سوريا أيمن رضا بعد وفاة والدته حياة محمود العاقل التي نعاها على صفحته عبر فيسبوك. وقد تبين بحسب النعوة التي نشرها الممثل على حسابه بأن يوم وداع والدته من دارها الكائنة في مأذنة الشحم جانب معمل الصباح، حيث يصلى عليها عقب صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 31 أيار مايو 2021 في جامع الحبوبي، ثم يوارى مثواها الأخير في مقبرة باب الصغير. وكتب أيمن زيدان على حسابه عبر فيسبوك: الغالية أم فايز، كم أوجعني رحيلك، ليس لأنك والدة أصدقائي فقط، بل لأنك كنت أيقونة صبر وكفاح، فطوال سنوات من زياراتي لك كنت شاهدا على دفئك وكرمك ومحبتك الغامرة، كنت شاهدا على حضورك الآسر وابتسامتك المغمسة بالنبل والطيبة، كم كانت جدران بيتك الدافئ تغمرنا بالحنو، ليس فقط لأنك والدة أصدقائي أفتقدك، بل لأنك دائما كنت نبع كرم وطيبة ونبل، ولأنك كنت أما عظيمة واجهت مصاعب الحياة بقلب من فضة، سيظل لرحيلك طعم المرار، لروحك السلام أيتها الغالية. التي لم نعيشها بعد، وأنه دائما وراء الأبواب يعني يشوف في هالات من الضوء. من جهة ثانية، كان أيمن رضا قد تعرض لموجة قاسية من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تصريحات ضد الشعب اللبناني تحت عنوان العنصرية. قال في تلك التصريحات آنذاك: أولاً نحن هلأ إذا منطلع حتى على بيروت عم يسرقونا، أي عندما نسافر إلى بيروت تجري سرقتنا. وأضاف قائلاً: عم يتعاملوا معنا بطريقة كتير ممنيحة، يعني بيعاملونا بشكل سيء، حتى بالأسعار، حتى بطريقة التعامل بنظرونا نظرة فوقية، مع أنه نحن بالنسبة إلنا كل مصاريهم بالبنوك من سوريا. وفي محاولة للتخفيف من لهجته العنصرية زاد الطين بلة عندما قال أن 75% من اللبنانيين هم من أصل سوري، قائلاً 3/4 اللبنانيين سوريين على فكرة، مشان ما نقعد نفوت بهيد القصة يعني. بيعاملونا بشكل سيء حتى بالأسعار، حتى بطريقة التعامل بنظرونا نظرة فوقية. وأردف قائلاً: بينزلوا اللبنانيين لعنا عالشام يوم الأحد وبيقشوا كل شي من الأسواق، إن كان بهارات إن كان كل شي. صار لي شي 4 أعوام وما رح نتركي. إلا أنه بعد هجمة الانتقادات التي واجهت الفنان الكوميدي الشهير اضطر إلى ظهور مؤخراً ليؤكد أن كلامه جرى تأويله وأنه لم يقصد أن يفهم على ذلك النحو السيء. وقال في تصريحات لصحيفة النهار: طبعاً لا أقصد الشعب اللبناني ولا أدري لما عمموها على جميع اللبنانيين، متسائلاً: لا أعلم لماذا أعادوا نشر التصريحات الآن، علماً أنها قديمة ومضت في حال سبيلها. ولفت إلى أن هناك من يستغل اللقاء القديم حيث تحدث عن حادثة فردية ليركب موجة ترند الانتشار عبر مواقع التواصل.